نحتفل مع المغرب. وما اننا نحتفل مع المغرب فشرفني وينورني عبر الهاتف الان الفنان المغربي الكبير عبد الفتاح الجريني. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور. صباح النور، الف مليون مبروك علينا. الف مليون مبروك علينا كلنا. الله يبارك فيك. ومعلش يا جماعه انا صوتي راح بس من كتر ما فرحنا ومن كتر ما توترنا، ف اكيد انت حاسس وكل اللي بيسمعونا عارفين الماتش ده كان صعب جدا، وكان كان فارق جدا جدا جدا. فاكر على الماتش النهارده مع مين كنت بتتفرج عليه فين؟ والله النهارده اتفرجت مع كل الجنسيات، مغاربه، مصريين، سعوديين، بحرينيين، اماراتيين. انا كنت حاسس انه كانه منتخب واحد بيمثلنا كلنا قاعدين بنتفرج عليه. حاجه مشرفه، مشرفه لينا كمغاربه، لينا كعرب، ولينا كافارقه. كنا حلم كنا بنحلمه بقالنا سنين، فالنهارده بيتحقق. النهارده حاجه فعلا فعلا تفرح وتخلي الواحد يبص على المستقبل بشكل مختلف. مبروك لينا، مبروك للعيبه، مبروك للمدرب، مبروك لكل الطاقم، مبروك للجمهور اللي كان جوه الملعب بره الملعب، مبروك للامه العربيه ولكل شعوب اللي فعلا فعلا بقالهم سنين بيشتغلوا عشان يوصلوا للمراحل دي ويقولوا ان احنا موجودين. ومبروك حتى انه كاس العالم موجود في دوله عربيه، تنظيم مشرف وشكل مشرف للكوره وللمنتخبات العربيه والافريقيه. طيب عبد الفتاح، انت كنت متوقع قبل البطوله المنتخب المغربي ممكن يروح لحد فين في كاس العالم؟ احلامك وطموحاتك توصل لحد فين؟ كلنا لما بيكون في منتخب عربي موجود بنبتدي نحلم وبنبتدي نقول انه ان شاء الله الدوره دي هيبقى في شكل غير، هيبقى في شكل مشرف، هيبقى في منتخب عربي يقدر يوصل على الاقل للربع النهائي او للنصف النهائي. كلنا بنحلم ده، بس انه يتحقق دي حاجه فعلا تبسطنا اكتر. بدايه كان المدرب وليد الرجراجي يدينا شويه امل ان احنا يا جماعه جايين عشان فعلا نلعب، مش موضوع ان احنا جايين بس نمثل المغرب بشكل مشرف زي كل مره. صحيح، في تكنيك مختلف. كل مرة كان بيطلع المنتخبات العربية بتطلع بنقول اشتغلوا ولعبوا كويس وكان لعبهم مشرف والمشاركة مشرفة. المرة دي كان اللعب عقلاني أكتر، يعني تكتيكي أكتر. صح، نهجم نجيب جول، مش ضروري نلعب باللعب اللي احنا بنحبه كلنا اللي هو اللعبة الحلوة ومش عارف ايه، موضوع عقلاني جدا. صح، فدي شكل بروفيشنال قوي. انت بتدور بس على الفوز، ما يهمكش الشكل العام. بس الحمد لله كان في لعب حلو، كان في مجهود، كان في روح كبيره حلوه جدا. حتى هتلاقي الناس اللي بتتفرج حتى على التلفزيون كانت حاسه الموضوع ده. صح، في اصابات عندنا ومع ذلك في لعيبه رغم الاصابه دخلت الملعب وأدت كل اللي عندها مليون في المية، مش بس 100%. صحيح، حاجة مشرفة. وشكرا للعيبة، شكرا لكل الناس اللي بتساهم في الموضوع ده. طيب، المنتخب المغربي مواجهة كبيرة أمام المنتخب الفرنسي بطل العالم يوم الأربعاء القادم، شايف المواجهة دي هتكون ماشية إزاي؟ احنا هزمنا كمان بطل العالم إسبانيا. صح، وهزمنا ثالث العالم، ثالث في العالم والثاني في العالم. مش موضوع دلوقتي، الموضوع مش بس ترتيب واحصائيات. الوقت ده بتاع روح قتاليه، تكون جوه الملعب تدافع عن القميص، تدافع عن الرايه، رايه البلد، رايه المغرب، رايه العرب، رايه افريقيا. فبالتالي مش موضوع حسابات. اللي قدامنا اكيد يعني خصم قوي جدا، بس في نفس الوقت
الملعب هو اللي بيحدد، الكورة هي اللي بتحدد، الروح هي اللي بتحدد. أعتقد أنه حلمنا دايما كان أن احنا نوصل للمراحل دي، النهاردة بيتحقق زي ما فيش مستحيل. صحيح، النهارده هتفت انت كتير، في واضح وانت بتتفرج على المباراه وصوتك رايح تقريبا، هتفت كتير. رايح انا مش قادر، انا مش متخيل، لانه انا ما كنتش كنت ببص حواليا بلاقي الناس بتصرخ اكتر مني. ايوه كل الناس وكل العرب. مش قادر. صح. مش قادر، مش عارف، في وحده، في قلب واحد كان. صح. موجود النهارده، كلنا كنا كان في رتم واحد في التشجيع، كان في روح واحده، وده اللي احنا بنحلم بيه من زمان. وفي واحد فينا وفي فرقه وفي دوله عربيه ودوله افريقيه تطلع وتبقى من الرؤوس الاربعه الاخيره في كاس العالم، وممكن تنافس كمان على كاس العالم. فده حلم كبير. في ناس ممكن تكون شايفه ان احنا بنضخم الامور، بس ده مش مبالغه صراحه. مش ناوي تجهز؟ طبعا مش ناوي تجهز اغنيه للمنتخب المغربي نحتفل بيها؟ والله والله هعملها، والله هعملها. هتعملها كده كده قاعد بحضر في الالبوم بتاعي، ففي الالبوم هحط اغنيه للمنتخب الوطني، واحط اغنيه لينا احنا كعرب. عظمه، نقول فيها انا مفيش مستحيل. عظمه جدا، عظمه جدا. وبقى سمعها لنا بقى اول ما تشتغل عليها ان شاء الله. هتبقى هبعتها لكم انتوا اول ناس. يا حبيبي يا حبيبي، ألف مليون مبروك النجم الكبير عبد الفتاح الجليلي الفنان المغربي الرائع. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. ألف مليون مبروك.